بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتعزيزا للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة بالصين، يقوم الرئيس شي جين بينغ رئيس الصين بزيارة رسمية إلى المملكة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، يعقد خلالها قمة سعودية صينية برئاسة الملك والرئيس الصيني. وانطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون والدول العربية مع الصين، سيتضمن برنامج الزيارة حضور الرئيس الصيني قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية.